مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. بنستكمل الموسم الثالث من برنامجكم المفضل نحو الهدف على قناتكم المفضله واللي بتحبوها جدا الصحه والجمال. طبعا بنكمل الموضوع الشيق والمهم جدا للوطن العربي بصوره عامه والمجتمع المصري بصفه خاصه جدا، وهو تعدد الزوجات. موضوع فعلا ليه قضايا ومشاكل وليه مميزات كتيرة جدا وبيحل مشاكل كتيرة جدا في مجتمعنا المصري. بس خلونا الأول نرحب بضيوفنا اللي منورينا ومشرفينا، دكتورة غادة مظلوم كاتبة صحفية واستشاري علاقات إنسانية وخبير تربوي. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيكي يا فندم، منورانا. ومعانا الأستاذ مصطفى عبد الله. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مدير بشركة إيجيك الألمانية. السؤال اللي احنا توقفنا عنده الحلقه اللي فاتت كان هل التعدد بالنسبه للمجتمع عموما قدر يعالج مشكله العنوسه؟ البنات كتيره جدا في مجتمعنا المصري والمجتمع في الشرق الاوسط عموما وفي الوطن العربي بصوره عامه، ولا زود نسبه الطلاق بالنسبه للاسره المتضرره وهي الاسره الاولى؟ هنروح دلوقتي لتقرير ونرجع، خليكم معانا. الزواج في مصر في السنوات الأخيرة أصبح إشكالية تواجه المجتمع بأكمله، فهل يا ترى تعدد الزوجات أصبح حلا لمشكلة العنوسة؟ سؤال مهم ومحير، وهتختلف فيه الإجابات بين الذكور والإناث. تعالوا بينا نشوف. هل تعتقد أن تعدد الزوجات أصبح حلا لمشكلة العنوسة؟ لحل طبعا إن شاء الله. أيوة فندم. لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لا أنا ضد التعدد طبعا. لا طبعا. لا انا ضد طبعا. لا طبعا. الشارع محلول اربعه، انما أنا بالنسبه له انا وحلو، انا موافق بس انا مش عاملها. مش وحش طبعا تعدد الزوجات. طب ليه؟ اولا عشان الانحراف، يعني البنات مثلا في تعدد البنات كتير دلوقتي ونسبه الرجاله اقل طبعا، فلازم عشان نحل ازمه العنوسه هي تعدد الزوجات، بس اللي هو ميسور الحال. والواحد من كتر وعادي ومع الست بتاعته فتره طويله بيبص لها او بيعاملها كانها اخته، انما لما يتجوز واحده ثانيه بيجدد حياته من جديد. الحاله الاجتماعيه صعبه دلوقتي. خرب بيوت. انا عشان احل مشكله واحده عانس اخرب بيت بحاله، اسره اشرتها بحالها. الست اللي بيروح يتجوز عليها ده مصيرها ايه؟ هل هو عنده المقدره ان هو يفتح بيتين؟ ومع ذلك برضه كل واحد عنده يعني متجوز واحده واثنين وثلاثه، بتلاقي فيه فشل في عياله. استحاله تلاقي بيت قائم. لانها تخلي العنوسه تزيد اكتر، هيتجوز واحده واثنين وثلاثه ويرجع يطلق تاني. السبب ان انا ما احبش ان حد يشارك جوزي معايا، يبقى ليا واحد لوحدي انا. ضد، يعني جوزي يتجوز عليا عشان يحل العنوسه انا مالي. والدي كان متجوز ثلاثة وكانت بيته 10 سنة وكانوا عايشين في بيت واحد أساسا. أي والله. لا أنا ضد طبعا، بس يعني في ناس هتقول لك أنت ضدي ليه، ده أنت ضد الشريعة وبتاع وحاجات مني. لا أنا مش ضد الشريعة، الواضح هنا في الإسلام إن أنت لو عايز تاخد واحدة تانية لازم أن تعدل بما شرع ربنا ليك. ما يبقاش عندك مثلا أربع عيال خمس عيال تصرف عليهم وتروح تجيب لي واحدة تانية عشان خاطر غريزة أو عشان هو معينة، ما ينفعش. يبقى ناقوس القلق والخوف يدق قلب كل زوجة عند التحدث عن موضوع تعدد الزوجات، فإحداهن ترى أنه انتهاك لحقوقها وأخرى ترى أنه حق أقره الشرع والقانون. كانت معكم طوال أباني من برنامج نحو الهدف. مشاهدينا زي ما رجعنا لكم دلوقتي من التقرير وشفنا رأي الشارع إيه في التعدد الزوجات، في ناس مع تعدد الزوجات ولاقيين انه قدر فعلا يحل مشكله العنوسه، يحل مشكله بنات كتيره جدا نفسها تفرح ونفسها تكون اسر، حل مشكله للارامل وحل مشكله للمطلقات وفعلا البنات اللي كبرت في السن. وفي ناس قالوا ان ده بيخرب البيت الاولاني وبيدمر الاسره الاولى، وفي زوجات كتيره جدا من اللي بيكونوا زوجه اولى بيطلبوا الطلاق. هنعرف دلوقتي من دكتورة غادة ايه رأي حضرتك. إيه والله شوفي انت بتقولي ايه، ان التعدد ده اوكي اول حاجة هو شرع، اوكي فاحنا ما نقدرش ننكر الشرع ولا نرفضه، لكن الشرع ده نزل ليه؟ هو نزل اساسا للراجل مش للست. ربنا بيقول في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء. مين اللي عنده شهوة كبيرة؟ الراجل تجاه النساء مش الست تجاه الراجل، اوكي. فبالتالي تقويما للشهوة دي، لان هم بيميلوا كتير جدا ناحية النساء، فربنا اداله سعة ان هو يقدر يتزوج واحدة واثنين وثلاثة.
لكن موضوع ان تعدد الزوجات هيحل مشكله العنوسه او هيحل مشكله الارامل والمطلقات، لا احنا مش بنركب بازل هنا بنشيل ده من هنا ونحطه هنا ونعمل تباديل وتوافيق وكملنا العدد وجون، احنا بنكون اسره. أسرة دي يعني حياة، يعني مودة ورحمة لتسكنوا إليها. هل إحنا حققنا السكن؟ حققنا الراحة؟ حققنا السعادة؟ التربية السليمة؟ عوامل كتير جدا مفروض إن هي بتتحقق بالزواج. الزواج ده ربنا جعله آية، أوكي، وخلقه عشان الإنسان، جعله آية عشان الإنسان يحس بتوازن وجداني، باتزان نفسي، براحة، بسكينة. ده هدف الزواج، مش مجرد ان احنا نتجوز وخلاص. يعني يا دكتور حضرتك طبعا بتاكدي على عدم العشوائيه، يعني في ناس كتيره جدا بيتزوجوا لمجرد ازدواج زي ما حضرتك طبعا ذكرتي انه بيكون شهواني شويه او عنده الفرصه اللي ربنا ادهاله فبيستخدم هذه الرخصه اللي هي رخصه الجواز بدون ما يبص على التضرر او نسبه الضرر اللي بتقع على الزوجه الاولى والزوجه الثانيه، ان هي دايما بتتهم، الزوجه الثانيه دايما بتتهم. طيب انا هقول لك على حاجه، استاذنك، هي لا الزوجة الأولى متهمة ولا الزوجة الثانية متهمة؟ لا، الثانية بتبقى متهمة. طيب. والأولى أحيانا بتتهم إن هي أهملت فبص بره. بالظبط، المجتمع هنا بيقول مفاهيم هي مش صح، بيتهم الزوجة الأولى إن هي معيوبة أو مقصرة، وبيتهم الزوجة الثانية إن هي ست سيئة أو خطفت رجالة. مع إن الراجل كائن عقلاني جدا، واعي جدا، هو صاحب القرار، هو اللي بيعمل الخطوة دي، والخطوة دي بتبقى لحل مشاكله الشخصية، هو اللي عنده يعني ميل للنساء، شهوة للنساء، أوكي؟ وإحنا بنقول إن الشهوة دي ضعف أو نقص، فإذا كان في ضعف فده يبقى في الراجل مش في الست. تمام، هنروح لأستاذ مصطفى عبد الله. عايزة أعرف من حضرتك يا أستاذ مصطفى دلوقتي، يعني حضرتك الحلقة اللي فاتت حضرتك ذكرت إنك متزوج أكتر من زوجة، عايزة أعرف إيه المشاكل اللي بتقابل حضرتك هنا وهنا وإزاي بتعدل وبتساوي بين الزوجة الأولى والتانية أو التالتة لو موجودة؟ هو المشاكل اللي بتقابلنا ما بين الست الاولى والثانيه اللي هي الغيره عامه، لان كل ست بتبقى محتاجه حب التملك، تستحوذ عليه، بتبقى عايزه سواء الاولى او الثانيه او الثالثه بتبقى محتاجه ان زوجها يكون ليها لوحدها. تمام. فهي الغيره بتبقى مشكله ما بينهم كلهم. فهو عامه الراجل هو مذكور في القران ان مش هنقدر نعدل، بس بيعمل بقدر المستطاع ان هو يحاول يعدل ما بينهم. فالغيره دي شيء اساسي، هي سبب المشاكل ما بين الزوجه الاولى والزوجه الثانيه. وحضرتك طبعا بتبقى فرحان جدا بالمنافسه عليك وان دي عايزه ترضي حضرتك ودي عايزه ترضيك، هل ده فعلا التعدد والزواج بكذا زوجه هل فعلا بيرضي غرور اي راجل؟ يعني أكيد. بيحس كده ان هو يعني هارون الرشيد؟ لا، هو اكيد بيبقى الزوج اللي كسبان، لان كل ست بتبقى مش محتاجه زي ما بيقول لك لا ده عناديه وممكن يتفقوا عليك، هم صعب جدا ان ممكن اتنين ستات يتفقوا على الراجل. لا، هي كل ست بتحاول تعمل بقدر المستطاع ان هي ترضي زوجها عشان تاخده من الثانيه، فهم بيتنافسوا وفي الحاله دي بيبقى الزوج اللي كسبان، فبيبقى حبيبهم ان هم يتنافسوا عليه، بتبقى حاجه بترضي. يعني طبعا حاجه بترضي غروره اكيد طبعا، بتعجبه جدا كراجل، بتبقى مريحه طبعا وبتبقى ملبيه كل طلباته، لانه بيبقوا الاثنين عايزين يرضوه باي شكل. بس في حاجه تانية بقى راي معاكس خالص جالنا حتى على صفحتنا على السوشيال ميديا، يا استاذ مصطفى بيقولوا ان فتح بيت تاني او تالت او رابع مثنى وثلاث ورباع احيانا الزوجات بيتنافسوا على ان هم يبقوا شفاط، عباره عن الزوجات بيشفطوا الفلوس وبيبقوا ازاي يستحوذوا اكتر واكتر على امواله، وان دي تطلب ولو دي طلبت عيال دي برضو اولادك من الزوجه الثانيه او الثالثه برضو بيطلبوا ضعف المصاريف بحيث ان بيبقى فيه استنزاف، هل ده واجه حضرتك ولا لا؟ لا طبعا، لان هي بتبقى مبادئ من الاول ان كل واحد بيحط شروط او مبادئ في البيت ان هو يقدر يمشي عليه، وبتبقى الطلبات بتاعتهم بالاصول، يعني لما بتطلب حاجه معقوله او في الاصول دي من حقها انها تلبي طلباتها كلها، الطلبات بتاعتها مجابه، لكن لما تبقى حاجه اوفر زياده عن اللازم فطبعا الواحد مش بيلبيها. فهي الست على ما بتتعود عامه لو لقت العمليه بالنسبه لها سهله وهي وقت ما تطلب اللي تطلبه مجاب، يعني ايه بتحاول ان هم زي ما حضرتك قلت ان هم يشفطوا الفلوس اللي معاه عشان ما يفكرش يعملها تاني، يقول لك بس احنا كفايه الاثنين دول عشان ما يتجوزش عليهم تاني، فده بيبقى مفهومه ان هم يخلصوا الفلوس اللي معاه عشان ايه ما يفكرش بالجواز تاني. بس حضرتك ما لاحظتش؟ لا الحمد لله ما واجهتنيش. تمام، هنرجع لدكتوره غيده. كنا عايزين نعرف، كنا بندردش انا وحضرتك قبل الهوا وحضرتك عرفتيني ان انت عندك دراسات اسلاميه وحضرتك عارفه جدا جدا في الشرع حلل، وربنا عز وجل حلل مثنى وثلاث ورباع.
كنا عايزين نعرف من حضرتك الشروط اللي ربنا ادى للراجل بيها الرخصه ان هو يتجرأ على هذه الخطوه بما فيها من يعني ضغط وستريس ممكن يواجهه لو فتح 4 بيوت مثلا، هيبقى طلبات كتيره جدا. الشروط اللي لو حصلت في البيت الاولاني يستطيع ان هو يتزوج بتانيه وتالته ورابعه. طيب هو زي ما قلت لك ان التعدد اصلا منزلش لعلاج ستات معيوبه اوكي او فيها مشاكل او راجل عنده مشاكل اسريه، لان راجل عنده مشاكل اسريه معرفش يحلها في البيت الاول، هي ممكن تكون مشاكله دي نبع من شخصيته، فهيتنقل بشخصيته بمشاكله للبيت الثاني، وبالتالي هيفشل في اداره البيت الاول واداره البيت الثاني واداره حياته ككل. تمام تمام. فمن هنا ان التعدد ما نقدرش نقول ان هو نزل لحل مشاكل، لا هو نزل لتلبيه احتياجات. فسؤال حضرتك تاني بعد اذنك معلش. السؤال دلوقتي لو الزوج عاوز الشروط يقبل بتاع الشروط التعدد. تمام هقول لك على حاجه، اولا هو ما فيش شروط للجواز وما فيش شروط يعني للتعدد. يعني امتى يقول انا اخذت الرخصه من ربنا وانا عايزه استخدم الرخصه دي واتزوج؟ هل لو الزوجه مقصره لو مريضه؟ ملوش علاقه بالزوجه خالص، انا قلت لك التعدد الاحتياجات احتياجات تمام. الراجل هو نواقص تمام. الراجل هو كده كده الرجاله بتميل للنساء عموما وده بنص القران الكريم اوكي تمام. والله هو نفسه امتى بقى لو هو عنده زوجه اولى شايف نفسه ان هو قادر يلبي 4 حاجات، احتياجات ماديه جنسيه تمام اجتماعيه نفسيه، قادر يلبي الاحتياجات دي للبيت الاول ككل بالزوجه بالاولاد بالمسؤوليه بالقوامه، وقدر يوفرها بشكل كامل وسليم لسه عنده طاقه اوكي لبيت تاني وزوجه تانيه يديها من وقته ونفسيته وماله وصحته اوكي خلاص جون. لكن هو مفيش شروط للزواج لا الاول ولا التاني. تمام. كنا عايزين نسأل حضرتك بقى في نقطة مهمة جدا، الزوجة الأولانية لما بتكتشف ان زوجها تزوج عليها طبعا بتبقى صدمة وبتبقى مشكلة كبيرة جدا، ومفيش يعني نسبة قليلة جدا اللي بتسعد ان زوجها تزوج دي لو مريضة بقى او شايفة ان او بتحبه حب يعني كبير جدا ولحظة ان هو هيكون سعيد مع الزوجة التانية فبتفرح، دي نسبة قليلة جدا. النسبة الأكبر بيطلبوا الطلاق، النسبة الأكبر بيتضرروا جدا نفسيا. عايزه اعرف من حضرتك الزوجه تعمل ايه لو عرفت ان زوجها تزوج؟ هل تطلب الطلاق لو ده في راحه ليها ولا تستحملها حتى لو هتتضرر نفسيا وبدنيا؟ ممكن يجي لها مرض اصلا بسبب الخبر ده. طب خلينا نقول ان العلاقه بين الست والراجل اصلا القانون بيقول عليها احوال شخصيه. يعني ايه احوال شخصيه؟ يعني انا ما اقدرش انزل رولز كده واقول في حاله كذا الست تعمل كذا وفي حاله كذا الراجل يعمل كذا. لو اكتشفت ان زوجها تزوج طيب. عليها هنيجي في الاول هنقول الست بتغير بتغير دي فطره. هل كل راجل يقدر يحتوي غيره مراته زي النبي عليه الصلاه والسلام ما احتوى غيره السيده عائشه في الحديث وقال غارت امكم اوكي؟ هل الراجل عنده القدره دي؟ ده اللي يقدر ان هو يدخل في التعدد. لو مش هيقدر يحتوي يبقى ما ينفعش اوكي. الغيره عند الست امر طبيعي، فبالتالي ان هي تتضايق ده امر طبيعي. جزئيه التملك ان جوزي ده ملكي فانا مش قابله ان هو يتجوز واحده تانية. انا عايزه اقول هو دي مفاهيم غلط. ليه؟ احنا مش ملك بعض، لا انا ملكه ولا هو ملكي، احنا كلنا عباد لله وحده. مفيش حاجه اسمها حد يملك حد. لكن هي الست اللي بيضايقها بس يمكن ما بتعرفش تعبر بالمعنى ده، ان هي بتحب تحس بالتميز. يعني الراجل عشان بيحب ستات الاولى والاخير يعني معظم الستات يعني السيدات او الزوجات بيقولوا انا الزوجة الاولى والاخيره، ما بترضي هي كمان غرورها. والتميز ده ربنا خلقها بيه، يعني كلمه امراه ملهاش مثنى ولا جمع، لكن كلمه رجل ليها مثنى وجمع. الراجل ممكن يميل لنساء كتير جدا او لكل النساء، لكن الست الطبيعيه لما بتحب راجل واحد. مظبوط. اوكي. الست الخاينه دي ست مضطربه، يعني هي اصلا مضطربه ما بتعرفش تحب اصلا. تمام. يعني لا بتحب ده ولا ده، ما بتعرفش تحب اصلا. لكن الست السويه راجل واحد بيعميها عن بقيه الرجاله، ما بتشوفش فيهم محاسن. تمام. اوكي. فهي الست اللي بيضايقها في الجواز او تعدد الزوجات ان انا كده مش حاسه بالتميز. يعني يمكن حتى ربنا عز وجل في الموضوع ده ادى الراجل مكافاه الحور العين في الجنه ستات كتير عشان هو بيحب ده. تمام. لكن خلى الست ملكه على الحور العين عشان هي بتحب التميز. فمن هنا طب الست اللي بتتضايق دي الراجل اللي هو قادر يدير البيت الاول ويدير البيت الثاني ويدير حياته المفروض هو يقدر يحسس كل ست بالتميز، لان هي كل ست ليها عنده معنى وطعم مختلف. وهتلاقي ان هو
ماشي، وارد ان هو ينجذب لواحده، يتشدلها فكريا، اتفتن لها باي شكل من الاشكال، اوكي. لكن مش معنى كده ان هو يعني يكون ده ضغط على البيت الاول، ان انا هعمل ده قهر وانت عاجبك عاجبك مش عاجبك مش عاجبك. في الحاله دي هتبقى الست قدامها اختيارين، يا تكمل يا تتطلق، وده على حسب ظروف الست هي قادره. لو في اولاد يا دكتور وفي حياه وفي بيت يعني كيان كامل، هل ممكن يتهد بسبب ان الزوج اخذ يعني؟ انت لو سالتي استاذ مصطفى مثلا هيقول انا بنفذ شرع ربنا وبستخدم الرخصه اللي ربنا اذن لي بيها، بغض النظر على ان البيت الاولاني ممكن يتهد ونفسيتهم هتتضرر جدا. فحضرتك شايفه ان الست تسكت بقى وتستمر الحياه وخلاص حتى لو اكتشفت فخلاص؟ هو اول حاجه اسمها احوال شخصيه، ما اقدرش اقول لها اسكتي وما اقدرش اقول لها اعملي. هي يعني انا مثلا لما لو تقبلت الموضوع، طيب لو هي ما تقبلتش الموضوع وعاشت متضرره، استنى لما يجي لها امراض نفس جسميه وضغط ومش عارف ايه وكلام من ده، وتتعصب على اولادها وتطلع ضيقها عليهم، وفي الاخر برضو تطلع لي جيل غير سوي عشان اقول لها اسكتي واستحملي، اوكي. لا هو ربنا نزل صورة الطلاق على حل هذه المشكلة. اللي خد القرار هو ربنا، مش هو ربنا اداله الرخصه دي وبرده اداله القوامه. يعني ايه قوامه؟ يعني فلان قائم على خدمه فلان، يعني على رعايته على طلباته. النفقه اتى النساء صدقاتهن نحله والرعايه. احنا كلنا بنقول بالبلدي ايه كده، الست ارض والراجل سماء، او ربنا بيقول في القران الكريم نساءكم حرث لكم، اوكي. هل في ارض طيبه هتطلع نبات صالح من غير ما يكون فيه مزارع جيد؟ لا. فين لا دور الراجل؟ مظبوط. بس طيب هنروح لاستاذ مصطفى، وكنت عايزه اعرف من حضرتك هل فعلا قدرت تحقق المساواه والعدل بين البيتين او الثلاث بيوت لحضرتك، ولا كان الموضوع شقي جدا بالنسبه انك تعدل هنا زي هنا بالظبط؟ لا، هو حضرتك لو انا قلت لك ان انا قدرت اعدل ما بينهم يبقى انا بكذب كده. هو طبيعي ان ما فيش راجل هيقدر يعدل ما بين اتنين ستات او ثلاثه، بس بيعمل بقدر المستطاع ان هو يقدر يعدل ما بينهم. ونقطه ارجع لحضرتك برضو في نقطه، ان مثلا ان الست في ست بتبقى فرحانه مع ان جوزها يتزوج عليها، هي ما فيش ست على وجه الارض بتبقى راضيه حتى لو فيها امراض الدنيا كلها او فيها عيوب، ان بتبقى راضيه على موضوع ان صعب جدا عليها ان بيبقى يتجوز عليها. بس هي دي بتيجي نقطه ان الراجل يقدر يعني ما قدرش يقنع الست الاولانيه، فهو انا شايف ان هو يبقى غلطان لو فكر يعمل حاجه تاني. ارجع بقى للسؤال بتاع حضرتك اللي هو العنوسة. هل فعلا قدر ان هو يعني بالنسبه لحضرتك مثلا، علشان حضرتك موافق جدا جدا ومع جدا فكره التعدد، لقيت ان فعلا في مشكله العنوسه في الوطن العربي وفي مصر قلت جدا بسبب تعدد الزوجات؟ قلت نسبه العنوسه تماما. لما جيت فكرت ان الواحد يعمل الموضوع ده تاني ما فكرتش في موضوع العنوسه، عشان نبقى صراحه مع بعض. لا انا فكرت ان انا محتاج حاجه زي دي. ايوه اللي هو نقطه الاحتياج، انا اتفق مع الدكتوره في كده ان انا محتاج الحاجه دي، فحبيت ان انا البيها نفسي. لكن كان تفكيري كل استخدمت رخصتي، لكن ما كانش تفكيري ان انا احل مشكله العنوسه. انا كل تفكيري ان انا مثلا محتاج الحاجه ديت تلبي رغباتك وتلبي احتياجاتك بما يرضي الله. تمام. وبرده اللي ساعدني زي ما الدكتوره قالت ان انا قدرت اقنع الزوجه الاولانيه، وان انا ما قدرتش اخسر بيتي، يعني ما حبيتش اخسر بيتي. لان لو فكرت ان لو كانت في 1% بس ان انا اخسر بيتي واولادي، فكان صعب جدا ان انا اكررها. طيب لان اهم حاجه عندي الزوجه الاولانيه والاولاد طبعا، هم اهم من اي شيء. تمام. سؤال طبعا جالنا كذا مره على صفحتنا على الفيسبوك، بيقولوا هل الزوج اللي قرر الزواج ما ندمش؟ يعني حضرتك ما جاتلكش لحظات ندمت وقلت انا جبت لنفسي ايه الغلب اللي انا جبته لنفسي ده؟ يعني كذا زوجه وكذا اسره، وهنا يعني لو انت عندك اسره واحده بتبقى المناسبه واحده، لكن لو متجوز ثلاثه مثلا، حضرتك قلت لنا اتزوجت مرتين او ثلاث مرات؟ ثلاثه. ما شاء الله. لا هو انا ندمت فعلا. فبيبقى المناسبه هنا لازم توفق هنا نفس الحاجه. طبعا. اللي هتجيبه هنا المشاكل بقى ان دي تشتكي لاهلها ودي تشتكي لاهلها، فبتلاقي نفسك مشتت وجبت لنفسك كده بالعامي وجع الدماغ. لا وانا ندمت فعلا ان انا كنت اول جوازه ليا بعد تاني جوازه ليا بعد الجوازه الاولانيه انها بعد 10 سنين. انا ندمت ان هي ما كانتش بدري شويه، يعني بعد سنتين او ثلاثه يعني من الزواج الاولاني. مرحب جدا جدا. فعلا يعني الفكره ناجحه الحمد لله. تمام. ما شاء الله. الحمد لله مرتاح نفسيا ومرتاح في البيت ده وفي البيت ده مرتاح نفسيا. طب وبالنسبه للاولاد؟ لا الاولاد مبسوطين على فكره، ومش يعني مخليهم يعني اكيد الاولاد في الترتيب مش الاول هم في كل حاجه بيفتقدوا. لا هو في ممكن نسبه بص حضرتك هو كان في الاول في بدايه الموضوع ان مثلا كان بيت في
بيت في محافظة وبيت تاني في محافظة، فأكيد كانت الفترة اللي بسيب فيها البيت الأولاد وأقعد في المحافظة التانية أكيد إن هم بيبقوا مفتقديني شوية، لكن لما قدرت الحمد لله إن أوفق إن هم يبقوا الاتنين في مكان واحد، فدي حلت المشكلة شوية بالنسبة للأولاد، لأن هم تفكيري في الأول وفي الآخر هم أهم حاجة بالنسبة لي، فكنت يعني بدور على إن أنا أرضيهم بس. تمام يعني برضو بنرجع نأكد على كلام الدكتورة غيدة في إن فعلا الاحتياج والتلبية مدام في حدود شرعية وفي حدود إن أحوال شخصية، مدام الزوجة موافقة ومدام البيت التاني مش بيتضرر ولا الأولاني بيتضرر، اسمها أحوال شخصية كده ما فيهاش مشاكل في تكرار الزوجات أو تعدد الزوجات. طبعا بس هي مش موضوع الزوجة مش بتبقى موافقة، هي يعني بتحاول ترضي، يعني مثلا ايه تيجي بتيجي على نفسها بس عشان حابه ان هي حياتها تستمر، مثلا حابه زوجها، حابه اولادها، مش عايز تخرب البيت، فهي بتيجي برضو على نفسها شويه، هي بتتنازل شويه، ودي برضو بتبقى حاجه يعني الزوج المفروض يشيلها يحفظها لزوجته الاولانيه، ان هي ايه يعني ساعدته ان هو ما يخربش البيت الاولاني، ان هي وقفت جنبه. تمام. يعني في عجاله كده في سؤال مهم جدا بس بعد التهنئه. احنا طبعا بنتقدم اسره برنامج نحو الهدف، والمنتج الفني للبرنامج استاذ مصطفى عبد الله مدير بشركه ايجيك الالمانيه، بيهنئ الاستاذ اشرف شعلة بتخرج نجليه، المهندس بسام اشرف شعلة بمناسبه تخرجه من كليه الهندسه، والدكتوره نورهان اشرف شعلة بمناسبه تخرجها من كليه الطب، وبنتمنى طبعا كلنا ليهم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله. وبتتقدم اسره برنامج نحو الهدف وطبعا المنتج الفني استاذ مصطفى عبد الله بخالص التهنئه للاستاذ رفعت ناصف بمناسبه تخرج الدكتور ايمان رفعت ناصف بحصولها على درجه البكالوريوس من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وكلنا بنتمنى لكل الاسره النجاح والتوفيق الدائم ان شاء الله. وكل اسره البرنامج ايضا بتهنئ رئيس التحرير استاذ تامر خطاب، للمهندس عبد المقصود صقر بمناسبه تخرج نجله الدكتور احمد عبد المقصود صقر كليه الصيدله جامعه سيناء. ان شاء الله بنتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح الدائم يا رب. هنرجع مع حضرتك بقى في سؤال مهم قوي برضو بيتكرر جدا على صفحه السوشيال ميديا. مدام حضرتك بتحب، حضرتك قررت اكتر من مره يا استاذ مصطفى ان انت كان حب حقيقي زوجتك الاولانيه. اكيد طبعا احنا بنهدي النفوس، احنا مش عايزين نعمل مشاكل، بس احنا بنعكس وجهه نظر الشارع يا دكتور ووجهه نظر الجمهور على السوشيال ميديا. مدام انت حضرتك ذكرت اكتر من مره ان انت كنت بتحبها حب حقيقي الزوجه الاولى، الحب اكتفاء، ازاي ما حصلش اكتفاء مع حضرتك وحسيت برضو ان انت مفتقد وعندك احتياج؟ زي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت ان هو بيبقى نوع تنوع في الاطار الشرعي. ممكن اجاوب بدالك؟ اتفضلي. لا اتفضلي يا دكتور. طيب هو الراجل عموما الحب عنده مختلف، اوكي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كأم عندي 3 أو 4 اولاد، اوكي؟ طيب انا بحب ابني الاول جدا، لما جبت التاني والتالت هل ده نقص من حبهم عندي؟ لا، نفس الدرجة، بحبهم كلهم. وبعدين طب بس بميل لواحد فيهم، اوكي، بميل ده بقى طيب بيسمع كلامي ما بيتعبنيش في المذاكره، ده بميله شويه، هو ده قلب الراجل. الراجل بيحب بطريقه مختلفه عن الست، فالراجل بيقدر يحب 4 زوجات، ده مش عايزه اقول لك اكتر من كده، ده بس هو ربنا حددها لهم ب4. بس حضرتك طمنتينا ان في يعني نبراسه ان احنا الزوجه تبقى مطيعه وحضرتك. لا انا ما قلتش مطيعه، استني بس، لا ما تقولينيش حاجه يعني. لا هو الراجل يعني السيكولوجيه بتاعته، وليس الذكر كالانثى، السيكولوجيه بتاعته بيقدر يحب 4 ستات، ده غير يعني غير اخته وبنته وامه وكلام من ده. الست ما تقدرش تحب غير راجل واحد، هي هرموناتها كده. تمام، اوكي، تمام يا دكتور. يعني طبعا استفدنا جدا 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 دكتوره غاده مظلوم النهارده بلقاء حضرتك. بشكر حضرتك جدا انا واسره البرنامج كلها واستاذ مصطفى عبد الله. مشاهدينا هننتقل للفقره الثانيه، خليكم معانا.